من ضمن الأسئلة، أنا جايلي فرصة عمل في الإمارات، هدفع 15 ألف، 1000 جنيه وهسافر. يعني هم طالبين منه 15 ألف جنيه، لكن هيشغلوا إيه بقى؟ هيشغلوني في شركة مقاولات الإقامة عليهم، لكن مصاريف الأكل والشرب عليا. المرتب بيقولوا 1300 درهم. إيه رأيكم؟ علشان ما عنديش أي حاجة، أنا مش هسافر الشغل ليا أنا بس عشان أثبت نفسي وبعدها ممكن أشتغل. نصيحتي ده أولاً، طالب فلوس كتيرة جدا جدا منك علشان تسافر، الحق عمالة هتسافر هناك يقول لك الإقامة علينا، تروح هناك تجد إنك قاعد في أوضة فيها 50 واحد أو 40 واحد قاعدين كده زي المساجين في السجون. فلا، نصيحتي بلاش. زائد إن 1300 درهم ده مع احترامي الأكل والشرب والبتاع تقتصر، تفضل بقى قاعد صلصة وبتاع. لا، نصيحتي لا، إما تسافر على حاجة تكون بالنسبة لك متاحة، أو بهذه الصورة انا مش شايف انها هتكون مناسبه لك، خاصه لو هتسافر في اماره من ضمن الامارات اللي غاليه، في الامارات مش هتكون لها اي عائد مناسب ليك. وربنا يوفقك ويكتب لك كل خير باذن الله.